العلاج المطلوب معروف، وهو الوصول إلى تعديل مرسوم من 1861 الذي يرعى قطاعنا كي يضمن برودا ويؤمن استمرار المهنة بأدقى المستويات. ولذلك عملنا مع زملائنا ضمن نقابة اللوحات الطرقية إلى وضع تصور قانوني شرعي سلم إلى الوزراء المعنيين. هذا التصور لا ينفع مصالحنا فقط، وهو شرافة حقيقية وأخذ زمام مسؤولية مع السلطات الرسمية والمسؤولة. نأمل أن جهودنا ستؤدي إلى وجود حل نهائي للوحات الإدارية، إذ إنها في صلب الحركة الاقتصادية عبر الوظائف التي تؤدونها والرسوم والضرائب التي تدفعها ومدلول الإيجارات التي تدفع، ولأنها حلقة أساسية في نظام تجاري حر نشيط ممثل بمعالي وزير الاقتصاد والتجارة السيد أولى نحاس المعني والمباشر بالموضوع، والذي نطلب منه رعايته للوصول بتعديل يؤمن مصلحة التجار وحرية التعبير الاقتصادي والإبداعي وازدهار قطاع الإعلانات في البلد. قبل أن أختم كلمتي، أريد أن أتوجه بشكل عميق للسيدة كارين شيكاجو فتار التي عملت شاهدة لهذا تروفي جديد من بيكاسو وستقدمه لنا لاحقا. خلال هذا الأسبوع نظرنا كالمعتاد محاضرة بعنوان أجمل المساقات الإعلامية في العالم. الإثنين في ست الشهر سوف نقدم نفس المحاضرة في عمان يليها حفل توزيع جوائز بيكاسو دور جوردن، كما في الجزائر ثلاثاء الجائزة. أشكر لكم حضوركم، مبروك للفائزين، ورحبكم هلا أنا ومعالي الوزير السيد أولى نحاس شرفنا عن للمساعدة بأي قيادين
ولبنان قام على الاتفاق، قام على الانسان، وهذا كله من هذا اليوم اللي عم نقابله. شكرا. De vous l'introduire. Je rappelle que Khaled est une خلي الوزير يعطيك اياها لو سمحت. شكرا. قرب مع استاذ في بس. اوكي. The same campaign, and
seem perfectly fits with the multi-regional world. So Leopold Nettel in Stockholm for ESL and implementation. In fact, they could have saved us. With these bonds, it's an extremely clever use of the format, and again, very clean art direction, adding a few bubbles to the art directions. It might be video for 7 up. Found by Leo Benedict Jordan, and for Samsung.